هننفذ في فيديو النهاردة الغرزة دي. غرزة سهلة جدا، كلها بنستخدم فيها غرزة السلسلة وغرزة المنزلق، وطريقة بدايتها برضو طريقة جديدة. بتعمل فستونات كده في أول الشغل، سواء هنعملها لبلوزة أو سواء هنعملها لسكارف أو هنعملها لبوليرو. لو هنشتغلها لبلوزة أو بوليرو، بنبتدي طبعا من تحت لفوق عشان الفستونات دي تبقى الجزء اللي تحت بتاعها. هنبتدي نشتغل على طول. بتختاري الخيط اللي انت عايزه تشتغلي بيه، وبتختاري الابره المناسبه معاه. وعلى فكره هيبقى حلو جدا لو اتنفذت الفكره دي في الخيط الجانجو. اول حاجه هنبتدي نعمل عقده البدايه، نعملها كده بابسط طريقه، يعني احنا بنعمل عقده، بنجيب الابره وبندخلها جوه. ملحوظه بقى مهمه، لو كان البكره اللي انت هتستخدميها مكتوب عليها الابره رقم 3، استخدمي اكبر برقم، استخدمي مثلا 4. لو مكتوب على الخيط ابره رقم 5، استخدمي 6. الغرزه دي كل ما بتكون الغرزه واسعه ومريحه، كل ما بتبقى احلى، مش محتاجه ان هي بقى تايدي قوي او ماسكه نفسها قوي، محتاجه تبقى الاستيك كده وسهله شويه. اول حاجه بنبتدي نشتغل، هنبتدي نعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، 4 سلاسل. بعدين هنلف الخيط على الإبرة، وهنيجي عند أول سلسلة عملناها بالشكل ده، هندخل فيها وهنسحب الخيط وهنعمل عمود بلف، هنطلع من حلقتين ومن حلقتين بالشكل ده. بعد كده هنعمل تاني 4 سلاسل، 1 2 3 4، ونلف الخيط على الإبرة. هندخل فين بقى؟ الغرزة اللي احنا عملناها دي اول واحدة، الحلقتين اللي نايمين دول على الجنب، الاتنين دول هخش تحتيهم، تحت الحلقة دي وتحت الحلقة دي، هسحب الخيط معايا 3 حلقات على الابرة، هطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين بالشكل ده. هنشتغل تاني، هنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة، وهاجي عند الحلقتين دول هدخل من تحتهم كده وهسحب الخيط معايا 3 حلقات على الإبرة، هطلع من حلقتين وهطلع من حلقتين بالشكل ده. بتتكون الفستونات اللي هي بتبقى السطر الأولاني اللي احنا هنشتغل فيه. هنكرر تاني، هنشتغل 1 2 3 4 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة، وهدخل تاني في نفس المكان من تحت الحلقتين اهم، هسحب الخيط وهطلع معي 3 حلقات على الإبرة، هطلع من حلقتين ومن حلقتين بالشكل ده. ونفضل شغالين لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، للعرض اللي احنا عايزينه، سواء كان هنعملها بلوزة او هنعملها سكارف. لطيفة جدا، والبداية بتاعتها حلوة جدا. 1 2 3 4، وهلف الخيط على الإبرة وهدخل من تحت الحلقتين بالشكل ده، وهسحب الخيط معايا 3 حلقات على الإبرة، هطلع من حلقتين ومن حلقتين. 1 2 3 4، وهلف الخيط على الإبرة وهخش من تحت الحلقتين اللي في الفستونية الأخرانية، وهنسحب الخيط معايا 3 حلقات على الإبرة، هطلع من حلقتين ومن حلقتين. وهفضل شغالة بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، سواء هعمل بقى بلوزة، هعمل بوليرو، هعمل سكارف، هفضل شغالة بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. تمام، احنا سي مثلا انا طبعا هعمل نموذج، وصلنا للطول اللي احنا عايزينه. هنشتغل ازاي؟ من نفس المكان في اخر فستونة احنا شغالين فيها اهو، ما خدتش اي سلاسل ولا اي حاجة، هخش فيها هي نفسها، خلاص احنا وصلنا للطول اللي احنا عايزينه، هخش فيها نفسها وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة على الإبرة، هعمل منزلق عشان أقفل السطر بتاعي، وهرتفع 1 2 3 سلاسل كده. أنا قفلت السطر بتاعي، دخلت في نفس المكان بمنزلقة وارتفعت 3 سلاسل، هلف الخيط على الإبرة. شغلي كله في الفستونات دي، هخش في الفستونة الأولانية هسحب الخيط معايا 3 حلقات على الإبرة، هعمل عمود بلف. واحنا معتبرين الـ3 سلاسل الاولانيين عمود بلف كده، بقى هنا فيه 2 عمود بلف.
هشتغل على طول، شغلي كله جوه الفستونات دي، هلف الخيط على الإبرة، هخش في الفستونة اللي بعدها وهعمل 2 عمود بلف، هشتغل في كل الفراغات اللي اتعملت تحت في الدواير دي او في الفستونات دي، هعمل جوه كل واحدة 2 عمود بلفة بالشكل ده من غير اي حاجه بينهم، مفيش سلاسل بينهم ولا اي حاجه، بلف الخيط على الابره وبخش في الفراغ اللي بعده وبسحب الخيط معايا 3 حلقات على الابره بالشكل ده، هطلع من حلقتين ومن حلقتين، يعني كل فراغ معايا هشتغل جواه 2 غرزة عمود بلف، هلف الخيط على الابره وهخش في الفراغ ده وهعمل عمود بلفتين بالشكل ده، كل فراغ معايا هلف الخيط على الابره وهدخل جواه هعمل 2 عمود بلف، واحد عمود بلفة، هلف الخيط على الإبرة واخش في نفس المكان هعمل تاني عمود بلفة هلف الخيط على الإبرة اخش في الفراغ اللي بعده هعمل عمود بلفة بالشكل ده، هلف الخيط على الإبرة واخش في الفراغ اللي بعده هعمل تاني عمود بلف، وخلي ايديك مريحة ما تشديش الخيط جامد عشان تبقى الغرزة بتاعتك مريحة معانا، هعمل في آخر فستون عمود بلف. طيب العمود بلف التاني الاخير هعمله فين؟ في اخر غرزة عندي اهي، ظاهرة اهي واضحة جدا في اخر السطر، هدخل فيها وهعمل فيها عمود بلف، يبقى زي ما ابتدينا 2 عمود بلف انا هنا السطر ب2 عمود بلف بالشكل ده، ولو حاسة ان هي مايلة معاكي لما هنشتغل السطر اللي بعديه هتريح معايا. اشتغلنا كده السطر بتاعنا، هنرتفع 1 2 سنسل، ودايما البداية والنهاية 2 سنسل، وهلف الشغل الناحية التانية. اول فستونة معايا احنا قلنا ده عمود بلفة واعتبرنا ده كمان عمود بلف، شغلي كله هيبقى في الفراغات اللي ما بين العمدان بلفة اللي احنا اشتغلناه، ارتفعنا 2 سنسلة، هاجي ادخل في اول فراغ عندي هسحب الخيط وهعمل منزلقة، شغلي كله السطور اللي جاية انا بشتغل سلسلة ومنزلقة، هسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده، عملت منزلقة، هرتفع بقى 3 سلاسل، أول غرزة وآخر غرزة بس بنرتفع سلسلتين، الباقي شغلنا كله بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، هدخل في الفراغ اللي بعده هنا اهو تاني فراغ وهعمل منزلقة، وده التكرار اللي هنمشي بيه الشغل بتاعنا كله، 3 سلاسل منزلقة، هاجي بعد كده هعمل 1 2 3 سلاسل، هاجي في الفراغ اللي بعده هدخل فيه وهعمل منزلق تاني، 1 2 3 سلاسل، هاجي في الفراغ اللي بعده هدخل فيه هسحب الخيط وهعمل منزلق، 1 2 3 سلاسل، في الفراغ اللي بعده هدخل فيه وهعمل منزلق، عندي اخر فراغ زي ما قلنا احنا بنبتدي ب2 سلسلة وبننتهي ب2 سلسلة، النهاية هنا هعمل 2 سلسلة بس، 1 2 سلسلة، وهقفل فين؟ ممكن تقفلي هنا وممكن تقفلي في اي سلسلة من السلاسل الاخرانية، انا بفضل نعمل في اخر سلسلة عشان يبقى السطر كله ماشي جنب بعض، هنخش هنا في اي سلسلة فيهم وهعمل برضو منزلق كده، احنا اسسنا للغرزة بتاعتنا، شغلنا كله هيبقى ماشي بنفس الطريقة، وكل ما هنشتغل كل ما الجزء معانا هيريح نفس الطريقة، عملنا كده قفلنا بمنزلقة، هرتفع 1 2 سلسلة، قلنا بنبتدي 2 سلسلة وننتهي 2 سلسلة، وهلف الشغل على ظهره، اول فراغ عندي هدخل فيه وهعمل منزلقة وهرتفع 1 2 3 سلاسل، الفراغ اللي بعده هدخل فيه وهعمل منزلقة، شغلي كله بعد كده 3 سلاسل منزلقة، نفس التكرار ده بنكرره لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، 1 2 3 سلاسل، هخش في الفراغ اللي بعده هسحب الخيط وهعمل منزلقة، 1 2 3 سلاسل، هخش في الفراغ اللي بعده هسحب الخيط وهعمل منزلقة، 1 2 3 سلاسل، هخش في الفراغ اللي بعده وهعمل منزلقة، 1 2 3 سلاسل، عندي هنا احنا وصلنا لاخر فراغ هيبقوا سلسلتين بس مش 3، هاجي في اخر فراغ عندي اهو
ممكن تشتغلي فيه، لكن انا بفضل نشتغل زي ما قلنا في اخر سلسلة، وهعمل منزلق، هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل على ده. ارتفعنا 2 سلسلة، اول فراغ عندي هدخل فيه وهعمل منزلق، هرتفع 1 2 3 سلاسل، في الفراغ اللي بعده هعمل منزلق، وده التكرار اللي هنفضل شغالين بيه لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه، سواء بنعمل بوليرو، سواء بنعمل شال، سواء بنعمل بلوزة. هو التكرار كده، غرزة سهلة جدا، تاخدش وقت، تكبر معانا بسرعة، تبقى شكلها شيك جدا. 1 2 3، هنخش في الفراغ ده وهعمل منزلق، اخر سطر زي ما اتفقنا، اخر السطر بتبقوا 2 بس، وهنيجي في اخر سلسلة هندخل فيها كده وهنعمل منزلق، وهرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل الناحية التانية. ابتدت الغرزة بتاعتنا اهي تظهر وتتكعب بالشكل ده. ارتفعنا 2 سلسلة، اول فراغ عندي هعمل منزلق، 1 2 3 سلاسل منزلق، 1 2 3 سلاسل منزلقة، يعني بدخل هنا وبسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي موجودة معايا على الابرة، ما باخدش اي غرز. 1 2 3 سلاسل، خش في الفراغ اللي بعده بسحب الخيط وبعمل منزلق، 1 2 3 سلاسل، اخش في الفراغ اللي بعده وبعمل منزلق، اخر السطر معانا 2 بس، 1 2، وباجي عند اخر سلسلة موجودة معايا. قلنا ممكن تشتغليها في الفراغ اللي هنا اهو، ممكن تخش في الفراغ هنا على طول، لكن انا بفضل زي ما قلنا نخش في اي سلسلة من السلاسل دي ونعمل منزلق، ونرتفع 2 سلسلة ونلف الشغل على ده. ادي الغرزة بتاعتنا هي بتتكون، بصوا شكلها، وكل ما بتشتغلي اكتر كل ما الغرز بتريح معاكي، والجناب دي بتلاقيها فردت، عشان عندنا الغرزة الاولانية دي هي كبيرة شوية، فكل ما بنشتغل اكتر كل ما بتفردها معانا وكل ما بتريح معانا واحنا طالعين، وده بيبقى شكل الغرزة بتاعتنا. تكررها كله بنفس الطريقة، 3 سلاسل منزلقة، 3 سلاسل منزلقة، اول سطر بس بنعمل فيه 2 سلسلة وبنخش في الفراغ نعمل منزلقة ونشتغل على طول، 1 2 3 منزلق. غرزة سهلة جدا وجميلة، اهم حاجة بس واحنا شغالين ايدينا تبقى مريحة، وكل ما كانت الابرة اللي بنشتغل بيها اكبر من المقاس بتاع الخيط اللي احنا شغالين بيه، كل ما الغرزة بتاعتنا بتدي فاليوم وكل ما بتبقى مريحة معانا. بالشكل ده، 1 2 3، ونخش في الفراغ ونعمل منزلق، 1 2، في اخر غرزة معانا هنخش هنا في السلسلة سوري ونعمل منزلق، ونرتفع 1 2، ونلف الشغل على ظهره، ونفضل شغالين بنفس الطريقة، وادي شكل الغرزة بتاعتنا بالشكل ده. كل ما بتشتغلي كل ما بتكبر معانا. بصوا الغرزة الاستيك ازاي حلو، برضو في الشنط تبقى جميلة جدا، لو عملناها في الشنط هتبقى حلوة قوي، في البلوزات هتبقى حلوة، في البوليرو، في كل الاشكال. غرزة سهلة وبنستخدم فيها ابسط غرز في الكروشيه اللي هي السلسلة والمنزلقة، هو السطر الاولاني بس لما بنشتغله، بنشتغله بالعمود بلفة، بعد كده بنشتغل كل الشغل بتاعنا بنفس الطريقة. غرزة سهلة وبسيطة وشكلها شيك، ومتهيألي ان هي صيفي بامتياز، وممكن كمان في الشنط هتبقى تحفة، لو عملناها في الشنط هتبقى حلوة جدا. دي كانت طريقة غرزتنا النهاردة، ودي كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو في اي تعليقات او في اي كومنتات سيبها لي في التعليقات وانا هرد عليها.